مساء الخير وتقبل الله طاعتكم. سؤالنا لليوم: من أكلات شهر رمضان اللي حرص عليها أهل الكويت قديما وحديثا، إيه هي أكلة شهيرة تصنع من القمح المهروس مع اللحم ويضاف إليها عند التقديم السكر الناعم والدهن والدارسين؟ وقديما كان تحضير هذه الوجبة يبدأ من شهر شعبان ولها تجمعات نسائية خاصة. أبيكم تقولون لي شنو اسم هذه الأكلة. راح أعطيكم ثلاث خيارات: النخي أو الباجلة أو الهريس. للمشاركة في مسابقة فوانيس رمضان عبر الرسائل القصيرة، أرسل حرف فاء أو إف على الأرقام التالية. ادخل السحب على جائزة يومية $300.